طيب انا اكتفيت من موضوع اسمي. ما شاء الله في 2020 القناه زادت تقريبا 2,300,000 مشترك، وهذا اشي رقم جد ضخم ما شاء الله. شكرا على دعمكم، بس لليوم لهلا لسه قليل اللي بيقرا اسمي صح. المفروض يكون اسمي معروف هلا. اشي متعب، تقريبا كل اليوتيوبرز بيقراوا اسمي غلط. لكن انا عندي مشكله ثانيه مع باري. شفتوا كيف قرا اسمي؟ وفستان ابو الرب لؤلؤ ما ادري ايش طلع باري. حكي استغفر الله ابو الرب، فستان ابو الرب. مش بس باري، كلهم معنا. ضيفنا اليوم احمد ابو الرب. ابو الرب، ابو الرب، انتوا قبيلتكم كلها في جهنم. يا اخي ليش ما بتعترفوا بالظلمه؟ يا اخي والله في حركات في الحياه، اقسم بالله انه في حركات، وبالمناسبه الحركات مهمه. في ايات في القران الكريم كل معناها بتغير مع الحركه. احمد ابو الرب، الرب ضمه الرب. شو صعب في الموضوع؟ هشرح لكم شو قصه هاي العيله وشو اصلها وشو هي اصلا. هاي يا جماعه اسم عشيرتي، عشيره ابو الرب، وحاحكي لكم عنها واشرح لكم شو قصتها واصلها في اخر الفيديو. بس خليني افرجيكم شو اكثر شيء مستفزني بالحياه. التعليقات. يا الله اشي متعب. غير اسمك لانه حرام وكفر وانت مسيحي. على كيفك قررت اني مسيحي؟ كل حب لاخواننا المسيحيين، اوكي؟ بس انا اسمي احمد. احمد يا زلمه. غير اسمك حرام، بيجيك عذاب، لانه استغفر الله ابو الرب، استغفر الله حرام. بس انا اسمي مش ابو الرب، اسمي ابو الرب، اسمي ابو الرب. غير اسمك. احمد اسمك حرام، ما لحقوا الاسم بس غيروا على ابو الرب. ابو الرب مش اسمي، ابو الرب اسمي ابو الرب بالضمه، الضمه اللي هي شيء موجود في اللغه العربيه، يعني ما بتقدر تحكي لي غير اسمك لانه ما حد عارف يقراه. هذا اسمي صح انا يا عمي، مش هيك يا اخي؟ ما بصير يا عمي، ما بصير، والله ظلم هالكلام. ابو الراب، ابو الراب مرة ثانية، ابو الراب. بتعرفوا اذا يوم من الايام مثلا انا صرت رابر او مغني هيك بخلي ابو الراب، ما عندي مانع. مش اليوم، انا مسكين يا جماعة. ابو الراب حرام عليك، اللعنة عليك لو اسمك كيدا. اسمي مش كيدا يا عمي. مرات البعض منكم جد شكرا بدافع عني لما حد يعلق تعليق زي هيك. فحمودي ابو يزن بيحكي عني اسمك لحاله حرام. شكرا لك حمودي. مهم ايه حاطه صورتي حتى ردت اسمه احمد ابو الرب مش ابو الرب، في ضمه على الراء. اوكي نايس. شوفوا رده لحمودي، بدك تتعلم عليك وعليه فاشلين. حمودي مالك معصب؟ حمودي قال نحكي لك عن الحركات، ما سبينا عليك. ليش كثير ضايق؟ بيجيني كثير تعليقات هيك بحسها بتضحك، بكون ناس معصبين، لانه ما بتعرفوا انا بتمسخر على كثير ناس. تخيل واحد بيكون مثلا بيتابع اليوتيوبر كثير بحبه، ويكون مثلا طفل او صغير هيك، واجي انا اتمسخر على هذاك اليوتيوبر، فبكتب تعليق كثير عنيف وغبي بيكون. بفكر اعمل سلسله بس اقرا التعليقات اللي بجد بضحكوا. لكن اسمك ابو الرب حرام، احمد ابو هيك ممكن. ابو الف مان. ايوه هاي الاسماء حلال، هاي الاسماء القويه الحلال. حبيبي اسمك ابو الروب مو ابو الروب. اوكي اقنعتني الصراحه. انا احبك بس انا اقرا اسمك حرام، وش اسمك؟ بعدين في يسر ردت عليه احمد ابو الروب مش ابو الروب يا اخي. مش ابو الروب، ابو الروب، ابو الروب، ابو الروب، ابو الروب، ابو ضم 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 ابو ال را شده ضمه با ابو الرب. يا اخي غير اسمك، ما عرفنا اسم ابو الري ولا ابو الروب يا اخي، ترى حرام، استغفر الله. بس يا جماعه انا من بدايه على اليوتيوب حسيت انه ممكن في ناس حيقراوا اسمي غلط، ابو الرب ضمه، ابو الرب استغفر الله، يعني كثير في مجال الخطا. فرحت اساسا ما كتبت اسمي بالعربي في اليوتيوب، كتبته بس بالانجليزي لانه الانجليزي فيش حركات. مع هيك لسه بتجيني هيك التعليقات يا اخي. اسف يا جماعه والله معصب، تعبت صلي زمان زمان، والله زمان. اسمك حرام، رح اناديك ابو الروب. خذي راحتك يا ريرو، بيطلع لك تعمل اللي بدك يا ريرو. اسمك حرام يا بني ادم، ولك الله يلعن اللي حطك باليوتيوب. عساس انت اسمك كويس يا عبيضص. ابو الروب اسمك كفر يا كافر. شو بدنا نعمل؟ اسمي هيك بالجواز يا اخي، بالجواز سفر اسمي هيك، ايش اعمل؟ بحسوني اسمي ابو لهب يا عمي، ابو الروب يا عمي، ابو الروب. في اشياء ما حد يعرف عن اسم العيله ححكيها انا في هذا الفيديو. اسمك مش كفر، يس اخيرا 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 حتفهم انه اسمي مش كفر، اسمه احمد ابو الروب. غير اسمك لانه مو حلو، يعني هذا زلمه مش ضايق انه كفر او شيء، استغفر الله، لا، هو بس بحكي اسمك مو حلو. طبعا اللي بحكي هيك اسمه فور جيمز، شكرا لك يا فور جيمز، ححاول الاقي اسم حلو كثير زي اسمك. طب ليش اسمك ابو الرب؟ انت مسلم ولا لا؟ اسمي احمد يا حبيبي، اسمي احمد يا امجد يا اكس اي، اسمي احمد، 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 اسم من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. بدك تقهر ابو الرب،
قول اسمك كفر ابو الرب استغفر الله. والله بمزح. فرد ضحك مزحك كثير حلو. يا اس اس في واحد اسمه اس اس مو عجبه اسمي يا اخي. اوكي بدي افرجيكم كم واحد مع ردود. اسمك بيعيق نمو قناتك. انا شخصيا ما كان بدي اشترك عضشان كان مبين اسمك كفر. فاجا واحد من جماعتي المغامرين الاساطير رد تراها اسم عشيرته واسمه احمد ابو الروب بالضمه. الله عليك والله لك تفهم. رد عليه صاحب التعليق اي بعرف بس هاي المشكله مع الايموجي هاد. هم مش فاهم يعني في ناس مش فاهمين الحركه يا عمي. بتعرف المشكله يا اخي اللغه العربيه اجباري تقريبا في كل وطن عربي انك تاخذ لغه عربيه في المدرسه. فالا كلهم بيعرفوا الحركات. فيش اميين بيفتحوا يوتيوب. يا اخي انت والله سامج بس اسمك كفر كبر. حسن رد اما اقرا عدل ابو الروب. بعدين ردت هي الا لا ابو الرب استغفر الله يا كل حد بالتعليقات كذا يكتبون. حسن رد المهم عادي يا حياتي لا تحكم على الناس هو لقب مو حقيقي احمد اسمه اكتب معلومات عنه وتشوق. شكرا لك حسن رفعت راسنا يا حسن. كمل يا حسن استمر لا تخليهم يردعوك. عبودي فاير قاعد بيعلق على اسمي وحكى ابو استغفر الله العظيم اسمك كفر بس بحبك. شكرا عبودي فاير. طلع عبودي فاير زلمه محترم. في واحدة ردت ابو الروب وليس ابو الروب افهموا. لا تفهموا ابو الروب اسمي ابو الروب. عبودي فاير رد واو. ردت هي على شو واو. نقاشكم رائع كملوا. واو مش طبيعي النقاش قوي كثير. عبودي فاير على فهمك الزايد. ردت هي لا انت نطقتها خطأ وقاعد تقول كفر وما ادري ايش. يا حبيبي روحوا ارجعوا للصف اول انتوا اقسم بالله. حتى اسمك كفر مع ايموجي اللايك. خلينا نحكي انها ايموجي اللايك. هي ايموجي اللايك. احمد لازم تغير اسم قناتك لاحمد ابو الروك احسن لاني اكفر بسبب اني دائما اقرا اسمك غلط. اوكي احمد ابو الروك والله قوي. احمد ابو الروك تحس اسم هيك واحد من عصابه ابو الروك. شفت الناس اللي يقولون غير اسمك انا عندي لك اسم روعه احمد ابو الروز بدال الباء ز صح احسن. شكرا لك يا رقد والله يعني انت انك اسماء اقتراحات قويه جدا. احمد ابو الروز اوه نايس. يعني حسب علمي يا جماعة الاسم مش بسهولة تغيره انه انت فعليا صار لك سنوات تستخدمه وبدها اجراء حكومي ضخم كثير عشان تغير اسمك. بس التعليقات يزن بحسسني انه تحسه يوزر نيم فيسبوك يعني يلا غيره هسه هيك على السريع يلا اسمع غير اسمك يلا اوكي خلص غيرته صرت فاطمة ها مرحبا كيفكم انا فاطمة ها مش بهالسهولة يا اخي تغير اسمك يا اخي. المشكلة اسمي مش غلط اسمي في ضمة يا اخي والله الضمة بتنحسب اقسم بالله بتنحسب. الله لا يوفقك على اسمك استغفر الله مو نافق غير اسمك يا اوكي ححاول اغير اسمي في اسرع وقت يا فهد البقمي الاسطورة حخليه اشي اسطوري زيك اسمي. والله يا عمي نفسي واحد يكون اسمه عدل اللي يحكي لي غير اسمي. طيب شو قصة ابو الرب؟ اول شيء انا احمد ابو الرب انا اردني الجنسية لكن اصلي من فلسطين. والاشي الحلو في عائلة ابو الرب انه لو تكتب على جوجل اصل عشيرة ابو الرب بيطلع لك الجواب. يعني مش لازم عرفت مش لازم تكتب اي تعليق بس انا حقرا لكم هسه. طيب فقصة ابو الرب نبذة عن عائلة ابو الرب. ابو الرب بضم الراء بضم الايش؟ ضم الراء الراء تنضم تمام؟ بمعنى مربى الفواكه، الرب هو مربى الفواكه. سبب التسمية بأبي الرب أن الشيخ محمد ذهب إلى قرية للإصلاح بين الفلاحين في قضية من القضايا وكان يطبخون رب الخرنوب في حلة كبيرة على النار فقال له بعضهم إن كنت شيخا فأدخل يدك في هذه الحلة وحرك لنا هذا الرب وكان في انتهاء غليانه على النار فسمى الله وأدخل يده وحرك بيده فلم تحترق يده فسماه الناس أبا الرب. أوكي قصة حلوة كان شيخ صالح كويس اسمه محمد وهو بعدين بعد حادثة هاي سموه أبو الرب وصار هو الجد الأكبر للعيلة. الشغلات معلومات قوية عن العيلة وبتخليها عيلة جد عظيمة عائلة أبو الرب. لو ترجع على شجرة آل أبو الرب أوكي حترجع لورا ترجع لورا حتلاقي كم من اسم جد أسماء قوية زي مثلا عبد القادر الجيلاني. بعدين شوي لورا شوي لورا شوي لورا بتلاقي الحسن بن علي بن أبي طالب. أبي طالب طبعا عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ترجع بالشجرة حتوصل لهاشم بن عبد مناف. هاشم بن عبد مناف هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم وإليه ينسب الهاشميون. فبالتالي عائلة أبو الرب عائلة هاشمية. ها
وبالمناسبة عشيرة ضخمة فيها مئات الآلاف من الناس، ضخمة جدا يعني. ويا جماعة هذا ما بيغير إشي يعني، أوكي هذا أصل الواحد، أصل عيلته، ما بيغير مين هو أو ما بيعطي قيمة أو بنقصه هيك رأيي يعني. بس أوكي هاي شغلة. ثاني إشي، نزلنا على باز فيديو عن إنسان معين كثير أنتم بتحبوه. إذا بدكم تحضروا الفيديو انزلوا على الديسكريبشن، في الرابط تبعي عشان تشتركوا في باز وعشان تنزلوا باز، استخدموه بتكونوا بتفيدوني. بتمنى تكونوا فهمتوا أنا إيش اسمي. شوف كيف يجاوب حوش ومن التعليقات لبيس. هاي هي أغنية التعليقات، حنختار تعليق عشوائي هلأ، هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا. تعليق من الفيديو الماضي، علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي. تعليق عشوائي.